وصيتي والدتي الحبيبة، أوصيها دير بالها هلا كمل هنا نفسها الغالي جمهوري الحبيب ذكروني بالخير. فكرتي قبل بالموت؟ يوميا. ليش؟ افكر يعني انه انا اريد اموت نفسي؟ لا تفكرين بفكره الموت. طبعا طبعا. ليش؟ لان الواحد لازم من يروح يكون روح نظيف، ما مخلي احد زعلان منه او هيك، يعني لازم هاي الفكره لازم تضل بالبال. طيب أي يعني لحظة يعني واحد يروح. فكرتي بيوم شلون ممكن تكون نهايتك؟ هاي بدايتها يعني. ان شاء الله يا ربي بعد عمر طويل طبعا. اي لا لا بالعكس هو حق وافضل يعني من الدنيا، يعني ان شاء الله تكون خاتمه زينه يا ربي. شلون تتمنيها تكون؟ يعني شلون اتمناها؟ بين اهلي. لو احنا بالعالم الاخر اللي هسه احنا بيه، عالم الاموات، عالم اللي بعيدين عن الناس نحبهم، بعيدين عن بيت السواعبين. هو استوعبت من شفتك يمي النظره هاي. اوكي. لو قدرتيش تاخذين ساعه ترجعين بها للحياه الطبيعيه، شنو تسوين بها هاي الساعه؟ وين تقضيها؟ اقضيها ويا اخويا المرحوم. فقدتي الامل فتره من فترات حياتك؟ مو فقط هسه. ليش؟ هسه يعني ناس طفوا ضحكاتي، ناس هواي اخذوا مني بصراحه، وما اعرف هاي السنه خصوصا هاي الثلاث اشهر من قبل رمضان، يعني لا اله الا الله، يعني تفاجئت بهواي ناس، اكتشفت فد وجه، يعني هيك انت يعني شخص تاكل وتشرب وتسوي يعني بالوسط؟ طبعا. منو؟ لا ما اريد اقول منو. لا قولي منو. تجريئه. لا ما اريد. لا فنانه يعني؟ ما اقول. شوف ما دام حكيت بهاي النقطه، لا فنانين وفنانات، ما دام حكيت بهاي النقطه، فاللي مأذي تمارا جمال او مسوي شيء راح يعرف هذا الحكي عليه، واللي مأذيني من ورا ظهري بدون ما ادري فترى محلل وموهوب والله يسامح، واني مسامحه يعني عادي، لان قلبي احترق، قلبي احترق انه لو البعيد اللي ما اعرفه ما معاشرته اقول ما يخالف، بس اللي اكل واشرب ويا يعني هضيم. فقدت الامل بالوسط الفني؟ كلش. ما عندي بعد ثقه. ما عندي ثقه نهائيا، لا اسمه مثلا صداقه بوسط فني ولا زماله ولا اي شيء نهائيا. يعني كلش مصدومه كلش، يمكن هذا اول لقاء اني، كل لقاءاتي شفتني يمكن انت، اني نهائيا لا احكي على احد ولا اجرح احد ولا، بس هاي الفتره اللي قبل رمضان اللي بدا بيها الشغل سقطت اقنعه. عجيب. عجيب يعني، وكل من يريد مصلحته فوق الكل، يا اخي نافس بشرف، خلي مصلحتك حلوه، يعني ترى اول تالي نتلاقى، مو صحيح؟ واكو فالسالفه هنا، مستحيل اني اتجرأ اخرب على فلان او على فلان، سبحان الله، يعني مو بس انا، اكو ناس مثلي، مستحيل يعني انطق اللسان، لو انت عدوي ما اقطع رزقك وما اسوي شي بيك. طيب قدمتي نفسك بدايتك كفنانه شامله، بالتراجيديا موجوده، بالكوميديا موجوده، بكل شيء. واشتغلتي باكثر من رمضان، يعني كنتي من اوائل الفنانات اللي يشتغلون تلفزيون. رمضان الفات وينك؟ شنو اللي صار؟ حرق على اللي صار. منو حرق عليك؟ يعني هو الحرق علي باكثر مكان، اقول له بلكي هذا رمضان يعني تخاف الله. يقولون انه تمارا حرقت نفسها باعمال مسرحيه فاشله وتجاريه، وحرقت نفسها بالظهور المتكرر ببرامج المقالب وبرامج اخرى، لذلك هي اليوم ما حد مقلبها مثل ما نقول بالتلفزيون. احترقتي. احترقت. قول لي عبد الحليم حافظ كم فيلم عنده؟ انت تقارن نفسك بعبد الحليم حافظ؟ لا ما اقارن، لا العفو طبعا استاذ كبير، بس دا اقول لك اول شيء كلمه احترقت هاي عيب،
هاي ما تقال على الفنان، الفنان يظل فنان إلى أن يموت. لا بس أكو فنان يدمر مشوار الفني باختيارات فاشلة. لا أي اختيارات، إذا أنت ما كان عندك دراما يوم اللي اشتغلت الدراما الكل قطع رزقك والمسرح. بس أنا قاعدة كنت بهذا رمضان أكثر من واحد قاعد أي مسرح، أنا ما مشتغلة مسرح، هسه اشتغلت رجعت اشتغلت مسرح. أنا آخر مسرحية طلعت بيها محافظات ويا أستاذ أياد راضي بالبصرة، والثانية نزل الشهرين سمي رميس مكان ممثل كان عنده عملية حسام الملك تحياتنا إليه. وبعدين هي هاي وهسه اني على الوطني المسرح. اي مسرح ليش ما تعرفين تحافظي عن نجوميتك؟ سؤال راح اقول لك، سؤال لما انت تقول لي انت احترقتي انا اقول الناس شو تقول؟ الناس زين، مو اكو فنانين هم على المسرح ومتجددين كل 6 اشهر بنفس المسرح، كل 6 اشهر هم بالمسرح، كل 6 اشهر سنه ومقدمين يعني بصراحه يعني شلون اقول لك يا ربي امتياز. أنا ما عليه ترى باللي ينقال بالشارع، بس أكو مسرحيات ناجحة. عندك سمير رميس أكو مسرحية ظلت 6 شهور وأكثر، عندك بالنجاح، عندك بغير مكان يعني. فهذا أنت اليوم محروق. أنت اليوم اسمك نفسه اللي بلشتي؟ نفسه، بس اللي بوسطي ما دا يقتنعون. بوسطي ما دا يقتنعون. صارت مشكلة. يعني صارت، تدري شو أتمنى أنا وياك؟ أتمنى نطلع هسه أنا وياك بالشارع. تمارة ضاوية بالشارع. والله ويمكن أنت هسه يمكن طبيت شفت بعينك شوية. أنا عندي محبة الناس تحبني، بس اللي بوسطي ما دا يقتنع. مدى يقتنع تمارة محبوبة، مدى يقتنع بدت تسبب اكو غيرة. يعني انا بديت اضوء. ترشحتي لاعمال برمضان ومن ورا هاي الامور عزلوش عنها؟ طبعا يعني طبعاً. عرض عليك نص؟ اي انا والله تري صدق بديت اقتنع انه انا اذا صدق يمكن دا اشكل خط احمر، مع العلم انا ما اشكل، لان مستحيل انا انافس فلان اسم. زين انت جريئة، انطيني اسم عمل كان المفروض تمثلين به هذا رمضان وما مثلتي بسبب التوقيعات هاي. بدون ما اقول من الشخص، قولي بس شنو اسم العمل؟ لا قولي اسم العمل معناها ماكو. لا والله العظيم اكو. شنو الفندق؟ لا اكو بس ما اريد خلاص. يعرض حالشي؟ مو قلت لك اني اكو ويعرف نفسه. انا ليش وجهت هالرسالة؟ لا اسم العمل اللي كنتي المفروض تكونين بيه. انا اليوم فرحانة باللقاء وياك، انا اليوم راح احكي بالالغاز والله، بعد لا اقول اسم ولا اقول اي عمل ولا اقول اي شيء بعد، لان عادي. زين اني راح احكي لك في السالفة. واحد رادني بضيفة الشرف بحلقة واتفقنا على التصوير وما اعرف شنو، ثاني يوم تسأل ماكو، ثاني يوم جايبين غيري. انت ليش عجيت حكيت لي وعلى المبلغ وقلت لي وهاي انه ما تفتهم شنو الموضوع، شنو المحاربه اللي هبطت على تمر؟ على العلم مو بس اني، ترى اكو فنان اسمه كبير متحارب بعد، يعني شو اقول لك، افظع مني. علي فرحان. علي فرحان ممثل حلو وممثل جيد، واني يمكن دائما اقوله علي فرحان على المسرح يمكن يضحكني جديد كل يوم جديد متجدد. علي فرحانة غيره منه مو طبيعيه، والدليل انه خطيه هذا رمضان ماكو ما اشتغل. طيب بس انا خل اوضح لك نقطه الى متى يعني اكو، لان يعني ليش وقت همين راح نشتغل اول تعالي صح لو لا ما يصح الا صحيح. طيب طبعاً. اشتغلتي برمضان عمل عمليا طبعا، تحياتي علي فرحان كلش طبعا تحياتنا له. اشتغلتي عمل برمضان اسمه ست توتات. ايه. اول شيء شنو رايك بهذا العمل؟ هو بي خلل بس ما دا اعرفه وين، واسفه ما اقدر اقيمه، ما اقدر أقيمه. راضي على ترتيب اسمك بالتايتل؟ عادي. صارت مشكله شهيره كلش بينك وبين اماني علاء بسبب ترتيب الاسماء. هذا لا قبل، بعدها انصدمنا انه رجع اسمها تصدر اسمك قبل اسمك. اللي تطلب هيجي واللي يعني واللي من تطلب هالشيء هذا اللي مقابلها دا ينفذ لها، بس بعد ما بس انت اقدم يعني مو هاي تتبع يعني الفنان، بعد ماكو خلافات. شوف انا بعد ما عاتبه تدري ليش؟ اماني طفله يعني داخلها طفله، انا قمت اعرف لها. وبعدين بجوز من حقها هي تريد تسوي هيك او من حقها تريد الاسم قبل الاسم، بس من ترجع يعني ليش وقت تظلين انت حاطه نجوميتك على المحك؟ ما يهمك الاسم، ما يهمك لا، لا لا تستغربي من ما تشتغلين ومن ما حد يقدرك. انت ما مقدره نفسك؟ لا مو ما مقدره نفسي، بس هيك احسن. تعبت جد والله، وصلت مرحلة لو يقولوا لي مثلا الاسم ما يهمني بعد، فقدت الامل يعني حرفيا. فقدت ليش ما يهمني الاسم؟ لان انا بالشارع نجمة يعني يعني اعوذ بالله، اذا احكيها يقول لك الفنانة قامت تحكي بالنجوم وانا اعرفهم. لين فلا، لان انا اذا اشوف بالشارع بعد ما يحتاج اطلع على الشاشة اسمي وين وما وين. كافي علي بالشارع، كافي الناس تحبني، كافي الناس تبوسني، يعني كبير صغير شحكي لك حجية يعني. تصور انت فمن تمتلك هاي المحبه بعد تحتاج اسم، وش وقت يصير بالتايتل ولاحقه على هاي السوالف؟ لاحقه بعد عمر قدامي يجي وقت. وبعدين انت بهذا العمر اللي اني بيه هسه، بصراحه احكي لك الصدق، مهما كان بعد يعني اني ترى
بعد هواي يعني هسه انا من تكلمني على الاستاذ اياد راضي اقول لك اي طبعا يناقش، تقول لي على الاستاذ علاء حسين اقول لك اي تناقش، هم مو بسهوله صح؟ مو بنت ال 12 سنه صار لها او 16 سنه صار لي اجي هسه اناقشي واقول بعد ما يخالف، بس كافي الشارع يحبني ويعرف تمارة جمال بعينه ونجمع. طيب اريد شخص مشهور ممثل او ممثله تقول لي انت خيبت امالي بدون ما نعرف ليش. ليش تسوي مشاكل؟ مو مشاكل، هاي حقيقه صارحي بيها. امالي ما عندي مشكله، المشكله ويا الكبار. لا مو الصغار، حتى لو اي احد خيب امالك. ما لا ما صار تتش بيني وبينهم صار. زين والمخرج تامر الشاطري؟ تحياتي الى لا هو شوف انت شنو واصلك؟ انت واصلين انت ما تعاملين وياه، ما يتعامل وياك بسبب مجهول. لا مو مجهول، خلي نوضح. انتاج دور كومبارس. خلي اقول لك لحظه، شوف استاذ ثامر ما اعرف هل هي كانت ضغوطات عليه، هل هي اكو شيء، بس استاذ ثامر بي شيء حلو. اكو شيء اسمه خلاف عمل وخلاف شخصي، احنا ما عندنا خلاف شخصي، هذا اسمه خلاف عمل. يعني عادي، واني لو تتاح الفرصه مره ثانيه يقعد يحكي وياي، يعني نقعد نسولف بدون تتشات وبدون واحد يهمس بذانه وبدون ما اعرف شنو، يعني يفتهم يمكن الموضوع. اني ما ارضى بعد بهاي الشخصيات. يعني ساري انت تتقدم لا ترجع. اتقدم اكيد. صح؟ احنا بالبدايه كنا متفقين على شخصيه غير شكل وشخصيه، يعني تفاجأت بالنص ان الشخصيه غير شخصيه. ما اريد نفس الشخصيه انا، يعني دليل انا على الوطني غير هسه اللي اخذت الشخصيه عاجزه غيرها. اتهمني انه انا اريد من الجلاد للجلاد، لا والله العظيم ترى مو حلو الفنان يكون من الجلاد للجلاد، اول شيء يمل الجمهور ويتعب المستمع انه بس هو لا، بس لما يسوي لك ثلاث بلوكات او اربع بلوكات اثنين باثنين محترمات وقويات، انت شنو صنعت كل شيء بيدك، انت راح تستخدم هاي الامور، انت ممثل تقدر تلعبها، بس الشخصيه يعني ما حبيتها. والممثل ترى اذا ما رفضتيها هو اخذ على موقف، يعني لا هو ما لا ما ياخذ على موقف، بس ما راح يتعاملون لا 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 بالعكس. استاذ ثامر انا مو اول وحده ياما بنص مسرحيته اللي كنت بيها انا بشهر انعافوا طلعوا رجعوا هسه وياه، ما عنده هذا. ليش وقت راح يظلون يشوفوك المخرجين العانس البشعه الكوميديان الاوفر، ليش وقت هاي الادوار راح يظلون شايفيك بيها؟ لان هذا الغلط عندهم، احنا ما عندنا مخرج يكتشف، ما عندنا مخرج يكتب شخصيات. وللعلم ترى انت انا من كنت بسوريا يعني اخذت فرصتي زايد، واخذت يمكن شخصيات اكثر من اي سبنه يا شاب اللي بجيلي، يعني هاي 13 سنه و 12 سنه يعني هواي اخذت ابو طبار وعفيفه اسكندر. للعلم شوف خليني احكي لك سالفه، انا مره يعني بالمسرح بالكواليس سمعت ممثل كبير ونجم، يعني جزء هو لان نجم ما يحب ينطي رايه باحد او ما اعرف المغزى من هاي الكلمه، انه شنو هاي جابوا ايش عندها هاي عفيفه اسكندر وابو طبار؟ مدى يقتنعون الكبار انه احنا عندنا جمهور يحبنا، عندنا ناس تقدرنا، ما اعرف يعني، او يحس يقول لك مثلا انا تعبت قوه لما وصلت يجي هذا ينجم بيوم وليله. المقصد انه الكلمه ما تعرف شنو، فاني افضل من جيلي اعتبر نفسي لان اشتغلت كل الشخصيات ويا مخرجين كبار. بس محتاج لك مخرج ينتبه عليك يوظفك يطلعك صح. ماكو. ضربتي من فنان قبل بصدق؟ يعني او فنانه؟ يعني عركة؟ لا. زين وضربت أستاذ بهجة الجبوري بالكيزرانة؟ ايه اعتنفي طبعا، ألف تحية إلى والله ربي. شلون صار يعني هذا الموضوع؟ هاي بالبدايات ب 2006 لما كنا يعني حرب الشوارع أتذكر وايد، كنا نصور مسلسل أسرار الرجال للي تهمني. أول أعمالك؟ طبعا اللي طلعت تهمتني تمارة بكاركتر واحد وتمارة ما أدري شنو. المهم حجي ملبسها وأنا ما جايبة طاريها، يلا المهم. فهذا وقتها انا جديده خلق من تماره ممثله، فعلا ضربني بالخيزراني. هذا قال لي شنو هذا التمثيل؟ انت حلوه بيش لزمه؟ يعني فنان وبهجه الجبوري الاستاذ يقول لك انت بيك لزمه وفنان، يحس بيك انت جواك فنان. فيعني شوف ايش كبر. فضربك؟ ضربك؟ طبعا. ايش سويتي انت؟ مثل الصح. مثل الصح. وكانت يانا سيست شهرزاد شاكر واستاذ كامل ابراهيم تحياتي لهم طبعا. وسيس زهور علاء ويانا، هاي بداياتي. للي ما يعرف، للي اتهم تمارة جمال انه هسه جايه، ما صارت ثلاث سنوات واربعة، فخلي اركز له بهاي الكلمة. يعني شبيك ويا هبة صباح؟ ما بيك، بس هي كذابة تكذب. شلون؟ واني رديت عليها بسناب، اذا ما شافت اعيد لها اياه هنا. اول شيء على الفنان ان يكون خلوق باللقاءات، ان يحكي عن نفسه، ان يحكي عن زملائه بالخير. ماكو يعني 600 اعلان نفس الكلمه لا، احكي لي ايش قدمتي سويتي. تقول تماره جمال
بأحد اللقاءات اللي هو وياك، أنا عتبي عليك، مفروض أنت تجيب لقائي وتطلع على التلفزيون، مفروض تناقشها إنه أنت ما سمعتني، أنت سمعتني ساري يعني رجاءً. لا بس حبيبتي يمك المشكلة إنه ما سمعت، يعني طلعت حق الرد ورفضتي. أوكي لا بس مفروض تقول تطلع حتى لو بالتليفون. تمارا بفلان مكان حاجة عليه، أول شيء تكذب أنا ما حاجة عليه ولا أجيب طاريها بلقاء ولا سألت عليه، أنا قلت إنه عيب مثلاً هاي مال التنازلات، هاي عيب عيب خلنا نطلع. إيه إذا هي تتكلم عنها. مو حلوة بس هي شو تقول؟ تمارا تقول هي حاصرة نفسها بكاريزما واحدة وما تعرف ودير بالها وخلي تشوفني. أنت ما قايلة هيك؟ سلاف اللي جاوبتها. يعني انت شوف خلا اقول لك شيء، تصور انه سلافي بيوم اللي طلعت باللقاء، طبعا تحياتي لها النجمه المبدعه اللي شحشي لها قليل، الوحيده من هاي الفنانات اللي ردتها، اللي قلت لها ما اسمح لك تحكين على زميلاتي عيب. وفعلا هسه بعد هاللقاء راح تطلع بسناب اقبح منه، بس انا ما يهمني لان عندي جمهور ردها، لان اني ما حاكي عليها تكذب، لان هي خافت تقول سولاف اللي قالت لي وسولاف اللي قالت لي بالكاميرا، وين ما اشوفك اعرف ايش راح اسوي بيك، وما نسمح ليش تحكين هيك، يعني هذا الحكي اللي صار موجود اللقاء. طيب الاهانه الزايده عليك بالمسرح ما زعجتك؟ يعني اكو بعض المسرحيات يصنفون عليك من فوق لجوه وعلى الشكل وعلى الاسلوب وعلى يعني مو مزعج شويه هذا الشيء؟ لا 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 لا، فجيوم قلتي الممثل شويه على كيفك زودتها؟ لا لا ابد لا لا لا، هو شنو اللي يقلد عليك مثلا هاي شنو ما اريدها مرتي او فشي او هاي يعني هيك اشياء. فانت لا لا، اول شيء شوف انا اللي يشتغل وياي يعرفني انا كوميديا نظيفه عندي، انا عفوا ما استخدم الاساليب يعني اللي بيها غلط او اساءه لاحد، بس لا بالعكس هو اذا يصنف عليك شنو مثلا يعني يصنف عليك، والجمهور يعرف اذا تطالع حلو ايش ما سوى حلو. ايه حلو. تمارا فقدتي الامل بالرجل؟ فقدتي الامل بالارتباط؟ ايه فسحتي مؤخرا صحيح؟ كنتي عقدة مهر؟ ايه وطلقتي؟ لا بس التوضيح كنت مخطوبة وقاطعة مهر. أي؟ ايه فاللي يفسك عقد المهر يعني طلقت. فانت اليوم مطلقة؟ لا شنو مطلقة قبل ان الزوجة لا هذا عقد قران يعني ايه؟ مو زواج وزفة وهاي انفسك يعني العقد عقد. ليش فسحتي؟ ما توالبنا ما اعرف مدى القى الشخص اللي مثلا يفهم تمارا جمالي، شخص اللي ما ما اعرف يعني. تتوقعين ابد ما راح تلقي؟ والله الصدق ايه مو اصلا ما يجي هالموضوع على بالي نهائيا. لا يعني مو ذاك الاهميه، شوف احنا نشاقه بالمسرحيات وهاي نجد الضحكه والمزحه، بس هو بالحقيقه بالحقيقه لا، يمكن اكثر الناس يعرف بهذا الموضوع استاذ ناعم، مو هالقد يطرى لي الموضوع هذا. طيب هو كان اكو فنان همينه ايضا، كان اكو فتشي راح يصير بينكم واللغه نعم؟ لا شو لا لا صدق لا هاي صدق لا لا لا. طيب دائما صرحين ان امك اغلى شيء عندك، شو كنت حسيتي ان امك فقدت الامل بيك؟ خذلتيها؟ خذلتها؟ لا ابد اطمئن. لا بموقف صغير ولا موقف احنا وصغار مثلا لابد نسوي مشاكل تبكي علي؟ لا انا ما انا شو معاني من توفى ابويا وتوفى اخويا ان شاء الله طول العمر لكم 15 سنة كان عمري إيه، أني صرت مسؤولة يعني عن البيت، فما حق تعذبه وقصص حب وهاي. من كبستي يعني في اليوم أو شيء؟ لا ما كنت عايشة هذا الدور. إيه. طيب. ما لحقت ما لحقت، لأن أنت ملتي شلون تعيش والعيشة كانت صعبة وماكو أب وأخ وهاي، فما لحقت. مؤهلة إن يوم تكونين أم لأخواتك الأصغر وأخوانك بعد عمر طويل طبعًا. ايه طبعا ايه، وانا هسه امهم، ام هاي ساندي وام جنتنا وام جهالها هالنوم وام اخويا وام امي، ايه كلش احبهم. زين تمارا ولو الموضوع مزعج شويه بس فقدتي الامل انه تلقين اخوك؟ ايه اخوك اختفى إيه؟ بحادث ارهابي او احكي لنا الموضوع. هو انخطف 2006 بس دورنا لحد ما ايسنا يعني، بس لاني ممكن يكون عايش او دي سمعتش بيوم مكان. اتمنى والله اتمنى والله العظيم تصدق اي اتمنى يعني، دائما اقول بلكي بهالسجون بهال يعني عندي امل يجي يعني، ما اعرف جزء اذا هو ميت فما اقدر اصدق هالموضوع يعني، انت تدري واحد اذا عزيز عليك واخوك انه بدمك بالعم ما تقدر تصدق. بس ما حزنتوا عليه؟ ما قدرتوا تدفنوه ما يعني؟ طبعا انت لا سويت فاتحه لا سويت خبر لا يعني ايه صعبه. اذا دي سمعت اشوفه شو مكان معين شو تقولي له؟ اقول نفس كل كلمه اقول له يعني
بهذلت هواي وراك يعني. الأخ الكبير من يروح الأب، الأخ الكبير هو أب، فصعبة يعني، صعبة يعني ثاني أب وأم وأخ يعني. أخوي الكبير الصور عبالك أنا الأكبر منه، أخ موتني هذا الثاني. ليش؟ ما تعرف شيرين فد يوم يهججنا كلنا النبي. انطردت يعني؟ لا أقول له يا ربي الله يهديك يعني، وشوية تخف من هالعصبية هاي. لا مو هو ذا يتعامل. وبعدها ما راضي على كونك فنانة؟ لا لا بالعكس، لا مو قلت لك أساني اللي مسيطرة. يعني إيه والله إيه، بس المشكلة دري شنو يعني، هو ذا مثلا عركة وياي يتعارك ويا الكل. يعني الباقي شو عليهم. إيه الله يحفظه يا الله يهدي يا رب. طيب تمارا اليوم وبعد كذا تجربة فنية ناجحة قبل، واليوم أيضا أنت بعدك مستمرة وتقدمين على الجانب الشخصي والفني، شنو تطمحين شنو تريدين تسوين؟ ما عندي بعد طموح. قلت له طموحك؟ إيه جد والله يعني تمرضت، وحاليا هسه أني أعاني من ارتفاع ضغط. قبل يومين أنا انغثيت بموضوع، يومين أنا العفو خشمي دم، ضغط ما نزل عندي. من شنو الموضوع كان؟ من صارت فد مشكلة وسوء تفاهم من قال وقيل وما أعرف شنو. بالوسط يعني؟ إيه. حكينا يا شنو هذا الموقف؟ يا بيموت يموت على المشاكل. أي لازم نعرفها موتي الناس حتى تموتهم الفضول من تقولين هيك شيء. هو مو قلت لك شنو اللي صار؟ نقل الكلام. منو نقل؟ ما لا تقول لي منو. ممثل نقل عليك يعني؟ لا صار هو سوء تفاهم يعني. زين؟ وبعد من ارتاحت أنا مشكلتي عصبية، من ارتاحت وهاي لا يعني جينا لو تعاركنا يعني أبويا ناهي. إيه فأنا ما أحب يزعل علي يعني، عندي الدنيا كلها تزعل هو لا صراحة يعني، بحيث شوف مش قد ما عزيز على قلبي وأبويا وصديقي وكل شيء يعني أحسه هو بصراحة. ضليت يومين ضغطي معلق ما ينزل، رحت المسرح يعني دم طبعاً. الناس تقول عليك الناس تقول عليك انه تمارا يعني كاب نفسها على الفنانين وعلى المشاهير يعني مدلوقه عليهم. شنو مدلوقه على منو؟ وانا التقي بحد شو كل سنافات شويه مشاهير وفنانين شباب. منهم مشاهير منهم يعني، هو انا اذا احب مثلا احب مثلا ساري واخذ ويا سناب يعني اني مدلوقه عليه. لا انفسخت الخطوبه والعقد من هو شنو شعلة يا جمهور يريدون يعرفون؟ لا ما اقول لا ما يصير هاي اسراري. زين خارج الوسط هو اي 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 لا شوف مو هي شوف الفنان حياته الشخصيه لازم شويه تكون بعيده يعني مو لهالدرجه. افتهمنا نحكي كل شيء عاد تعلمتوا علي تمارا كل شيء تحكي. هذا هو المهم بالنهايه دقلش طابع يعني مثل ما لا ما دقلي طابع من دق طابع منو؟ لا اثنين قعدنا اتفقنا بكل حب واحترام وانه خلاص. طيب هسه عندنا فقره اسمها اشخاص من العالم الاخر، اريد تتجهين لكاميرتك الشخص بعالم الاموات مشتاقه له، اكو حكايه ما قلتي لي اياها هو عايش رايده تقولي لي اياها هسه، توجهي الكاميرا وقولي لي اياها وقولي لنا من هو الشخص. يعني والله بصراحه اكو شخص اريد اقول له. منو؟ يعني الله يرحمه الشاعر رياض الوادي. اريد اقول له اني اشتاقينا لك هوايه واحبك هوايه كلش كلش ما تتصور ايش قد، وفد انسان نقي انت وان شاء الله ربي مكانك الجنه، ولو يرجع الوقت يمكن كنت اقوي علاقتي اكثر بيك يعني، مو بس من اشتغلنا بالمسرح على النقاء والحب النظيف اللي عندك يعني اخ بمعنى الكلمه. فربي يرحمك ان شاء الله ومثواك الجنه امين. يعني احبك كلش تمارا يعني. والدك وين؟ الله مقتول. من قتله؟ يعني يوم بقتل كان الطائفية. ليش ما تذكري أبد؟ طب يعني أنت ناس تحبهم بعيدة عن مواضيعهم يعني. أنا توقعت صار تذكرين أبوك مثلا يعني عبالك أبويا مثلا زعلان لو شيء. لا 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 أدري بي هو صعب يتزوج على أمه بس مو مشكلة. الله يسامحك يا أبا نفس الخضرة كانت. لا أنا قصدي من توجهين كلمة شخص متوفي راح يكون مثلا والدك. لا طبعا والدي بقلبي بس اقول لك يعني والله بهذله والله العظيم. بس هو توفى وانتم علاقتكم ركيكه عايشين ويا امكم؟ بالعكس عايشين ويا امكم مو ويا. لا 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 موجودين ابويا وامي عايشين ويا امكم وتقعد ويانا غير موجودين ويانا. زين يعني ما كانوا منفصلين؟ لا عادي كان ماخذهم اثنينهم سوا يتزوجهم ام محمد وامه. كنت بتحكي على الشاقين؟ ايه. ونفس البيت ونفس الهاي؟ لا 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 بس يعني هو قلت لك الاب يا با خيمه
وعمود البيت وهالعمود يوم اللي انكسر طاح سقف البيت. تمارا أغنية بسم الله الرحمن يا ربي يلا تخوف الدنيا. تمارا أغنية راح أسجل روحي باسمك، شنو رأيك بيها؟ حلوة مو؟ إيه حلوة. يبحل على الجبر غير؟ منو هدالة شاها؟ نعم؟ منو هدالة شاها؟ أكو أحد شخصية ذات نفوذ نقدر نقول دزتك هاي الأغنية وأنت حتى نشرتيها كأنما أنت المقصودة أو أكو شيء بينكم، ف شنو الموضوع؟ شنو موضوع هاي الأغنية؟ تبي لك يعني احكي شنو موضوع هاي الأغنية؟ لا عافية ما أريد أحكي الموضوع. ما أنت شنو طاب قاعد ببيتنا يا صديق تحكي؟ لا ليش الموضوع هالدرجة حساس؟ لا مو حساس بس اللهم أنت متابع سناباتي يعني. العلاقة بعلاقة بينك وبين شخص؟ لا 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 اروح اروح اذا هيك سؤال لا 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 جاوبينا علي اول شيء شنو هو الموضوع؟ ليش لازم واحد ما يجي وياك؟ لا انت اول شيء اني سؤال دخل. اني سؤال انت جاوبيني على قد سؤالي. موضوع هاي الاغنيه شنو؟ ما يا اغنيه موضوع شريك لا ليش هيك وراح تقومين و... لا يعني اغنيه انهدت لي خلاص. اي منو هداك شاها؟ شو عليك؟ رجعنا ورا ما رجعت تمارا. اي بعد مصالحه كل شيء تحط روحك شنو انت جني؟ نلغي هالموضوع طبعا نلغي. اوكي بس يظل بعد الحكم لا لا الا الله نلغي ما اريد اقول منه بس راح نعرف قريبا منه يمكن يجون حشري مو حشري ماكو هيك قابليه هيك على سناب هيك تحسه بكل مكان موجود شلون البرغ بكل مكان موجود شنو زارع كاميرات انت كل شيء تعرف يلا هاي زين هالشي بصالحي نورتيني تمام أنا أكثر والله بس قبل الروح أنا أتمنى ما حد يزعل مني وأتمنى لناس تريد أردهم يعني أنا رديت لا صراحة والله رديت إنه من نطلع بعد بهاي الشاشة أمانة الله نحكي الحقيقة لا نتبلى على العالم لا نتبلى على الناس ولا نجرح الآخرين لا نقول أكو هنا فشي مو زين عيب لأن كنا بهاي الدائرة فهمت علي ساري يعني ما يصير غلط يعني أتمنى يكون من نطلع نحكي فشي يعني زين فدائما من نريد نعلق على موضوع ما نقول الكل يعني لو نركز على انه فلان احسن او البعض يعني فتحياتي لكل اللي قاعد يتابعنا وتحياتنا لك انت اللي النهار كله تتجسس ما ادري ايش تشتغل ايش عجبك شغلك بالمخابرات الامريكيه منو قال ايش مشتغل بالمخابرات الامريكيه كل شيء يصير انا فرحان انه احنا طبعا خلينا نحكي شنو سالفه المندي يعني حكينا واحد من الحكايات الثاني على مود موقف قديم يعني ارتبيت خليت الجوطه بس صادفنا مطعم مال المندي الله لا يراويكم قاعد نزل معونه والله شنو قاعد والله كذب هاي مات الوياية كله هيك كله هيك وقاعدين وشنو الايديا اللي بس 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 لا عاد اسكت اي ها هي لا تفضحني فشرفنا وصالحنا المهم يعني تمن كله هيك والدجاجة ملخوها العظام قامت عيط هدوني وشو يقول للرجال فد نص دجاجة لوخ عمو فد نص دجاجة لوخ شبيك ساري خوب الوياهم الله لا يراكم كله حكي واكل تحشي وتاكل من هي كانت فتحية مدري من هي بني هذا الثاني إيه تمارا كافي هو مستغل فرصة ذولا مو يسالفون الاثنين هو نازل جي الشطة يشربها يا المدري شنو كله كذب والله كله كذب لا والله العظيم صدق وصوت اللبن خلاص إيه جدا نقني ظل واقف قبال الإضاءة ما أطلع بيضة وحلوة ظل حلقة غريبة أي والله أساس صالحنا بعد صالحنا خلاص وطاح الحطب عمو اي شوي شوي حتى بين بالاضاءه خل اعلم بيك شوي هيك عارف يا كل الزيت اي هسه اي حتى لا يقول نطلع بيضه شويه حلوين حياتنا حياتي لك والكادرك اللطيف الحلو شكرا لك مليون شكرا صالحنا بعد ما لك خلاص صالحنا والله دام العالم واتمنى بس شيء صغير انت حلو والله العظيم مجاور دي يتقدم حلو اتمنى بهاي الشاشه قبل لا تسالهم تطلع الشيء تطلع تقول مثلا فلان هيك قال لك باللقاء اتمنى حتى الناس من يقعد الممثلين يرد على زميله يقول فلان قال علي وفلان قال علي توضح الصوره قدام الكل اتمنى ساري تقول له فلان قال هيك عليك شو ترد عليه يعني بلا ما يقعد يبلي فلان ويبلي علان وهو ما طالع ذاك خطي ويكون مظلوم طيب نورتيني تمارا شكرا جزيلا ما بصير يطردني خلصنا 40 دقيقه صار عليك كلام بدنا نحكي نسولف فرحانين يلا ان شاء الله شكرا لكل المشاهدين ان شاء الله ما تعبناكم اوكي تفضل اختم
حياتنا اقصر بهوايه مما نتصور، لعبه نلعبها صح او نضيع بعبثيتها. كنت وياكم ساري حسام من العالم الاخر. غريب يقعد هو كريستيانو.